صعبة ايه رأي قوي بقى. حضرتك في الكلام اللي بيقوله استاذ احمد مهران؟ بيقول ايه؟ اختبريه قبل ما تربطيه المبادرة. اربطيه ايه ده، خروف ولا ايه؟ يقصد ان احنا نأجل الخلفة سنتين ثلاثة. نأجل الخلفة سنتين ثلاثة. طيب ما هو استاذنكم دولة الاير بسم بي الله الرحمن سيقفلوها يا الرحيم، جماعة. والصلاة والسلام على أشرف عليه المرسلين الصلاة والسلام. المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. قضية الزواج ممكن جدا اثنين فيما بينهما يتفقوا على أن أثناء الزواج بينهم من بعض كده إن إحنا هنؤجل الإنجاب شوية لسبب ما بينهما. تمام مع حضرتك. طلاق من غير حاجة، يعني من غير ما يبقى في أي مبادرة، بتحصل كتير جدا. بيبقى اتنين بيتزوجوا ويتفقوا مع بعض اتفاق ضمني فيما بينهما هما الاتنين مع بعض إن نأجل الإنجاب شوية، وارد يعني. إيه المشكلة؟ ينفع ينفع نكتب يا شيخ يعني علي، ينفع نكتب الموضوع ده في عقد الجواز الشرعي؟ لا 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 ما يكتبش طبعا. الكلام ده لا يكتب طبعا. ليه لا يكتب؟ مع احترامي للاستاذ احمد، قضيه الانجاب لا هي بايد الزوج ولا بايد الزوجه. طيب هل شرعا تنظيم النسل يا فندم بيبقى حلال ولا حرام؟ ايه؟ هل شرعا تنظيم النسل حرام ولا حلال؟ لا، تنظيم النسل هذا مباح، واحنا بننادي بتنظيم الاسره نتفق عليه، وده اطار عام احنا ماشيين بيه والدوله ماشيه فيه ان احنا ننظم الاسره. لكن ان نفترض ده في عقد الزواج دي مشكله كبيره جدا، انت عارفك مش واخده بالك منها. لو انا اشترطت النهارده في عقد الزواج مثلا، يعني وان كان مفيش مأذون هيكتب له الكلام ده، مفيش حاجه اسمها يشترط عدم الانجاب. افرايتم ما تمنون اانتم تخلقونه ام نحن الخالقون. نعم. لو فرضا يا استاذ احمد برضه هو بيتكلم من نفس منطلق ان ده الرزق ورزق بايد ربنا، مش انت اللي خلقه عشان تمنعه. برضه هو لسه مش واصله له الفكره للاسف. الدكتور علي زي كتير من الناس بيهاجم الاسم، لكن هو مش فاهم الفكره كويس. من فضلكم اكمل الكلام. اتفضل يا شيخ معاك. هب ان الزوج اشترط ده او الزوجه مثلا، ده افتراض غير موجود يعني، الفرض الجدلي ده، انه قال انا هنكتب ان هي ما يحصلش انجاب وما يحصلش حمل. طيب انت مش بايدك تمنع حمل، انا لسه قايل ده وسائل يا ابني تمنع. مع وجود الوسائل التي تنظم الاسره ممكن يحصل حمل. طب لو حصل حمل نعمل ايه؟ نفسخ العقد ولا نطلقهم ولا نعمل ايه؟ المآلات التي راجل طيب قوي الدكتور علي. ايه هي المآلات اللي ترتب على هذا الشرط الكاذب؟ اسمع منك انت بقى، انت تقول لي طيب. ايه المآلات التي خلاص اتفقنا، اتفقنا. اشكريه عشان هنقول لك حاضر. بشكر حضرتك يا شيخ، نورتني النهارده. شكرا.